الجامعة. تمام؟ عشان الويب ديستريبيوشن بتاعه بوظيفه صح، يعني مش لازم مش مطلوب منك انك خارج ايه؟ فولي نورمال بوزيشن. ساعات كتير بيبقى صعب اوصل لها. تاني حاجة سابل بتبقى الرجل فيكس موبايل، ده ساعات بيبقى صعب. لو الورق جاي بيبقى مخطوط عنده فيكس ريجيد فولي، احنا لو بقيت جاي يبقى ساعات بيبقى ريجيد ستيف بقى لازم مش الكلام ده يفهمه من تحت. فبقى لما يجي وعنده ريجيد فولي بيبقى صعب قوي الكلام ده. ده برضه ريجيد بقى اللي عملت الكلام ده. احنا تريتمنت عندنا بنقسمه لكل ثلاث حاجات، سوفت ايشو كوريشن وبوند كوريشن وايه لو طبعا خلي حاجه واحده عشان نتكلم عليها شويه. السوفت ايشو اوبريشن نوعين، يا اما سوفت ايشو ريليز يا اما تندر ترانسفير. السوفت اوبريشن يا اما اوسيوتوس عاملها في الهاند فود او الهاند فود او ارثوديزيس او زمان قوي كانوا بيعملوا تريد في الاطفال النيوروجينيك سيستم. اول حاجه السوفت ايشو اوبريشن اللي هو بنعمل سوفت ايشو ريليز، ده دايما عن سن حوالي سن سنه. ما بنحاولش نعملها في سن سنه، نحب ندي فرصه تفيد تكنيك اقوى ممكن. تاني حاجه رجل الطفل تبقى صغيره قوي، ما تبقاش مستريح وانت شغال. تمام؟ تالت حاجه الاطفال دول قبل سن سنه نسبه اللي بيحصل لهم سكارنج وفايبروزس تبقى عاليه جدا. تمام؟ طيب الانجليشن طبعا في الانجليزي او الكارب كيس عندنا تو تايب اوبزيشن هم اكبر بيعملوا اللي هو بوست كوميديال ليز. ببتدي النتيجه كونفورم جون واطلع بين ده الموست كومن سيجمنت بوست ريليز. في سنسيمنتري ابروش ده مور اكستنسيف ابروش مور رادي، فبتدي بيكون ما بين كوجن ولف حوالين لغايه ما تتم كوجن بتاعك ثالث. الانسيشن طبعا حوالين الميديال سايد واللاتر سايد هي السنسيفيتي وهم الكوبريشن بتاعته عالي قوي. فاللي بيعمل اكتر حاجه بوست ميديال سيشن. تمام؟ طب ايه الحاجات اللي انا بعمل لها ريليز؟ اول لو قسمناها بالبوستيرو هتبتدي تنزل اكيلز في الاسبكت اوف انكل جوينت والبوست ده ده في كاتوني فيبرال ليجمنت. لو في الميديا الاسبكت عندنا طبعا كتير بس عندنا في بيزو ستيل فيكس الاشبوع والفيكس الهايسس وطبعا هفتح ميديا الاسبكت في الديل اوف انكل جوينت والديل كيونفورم جوينت ممكن كيونفورم فيس متاثر جوينت. ده طبعا غير السوفيشال دول ليجمنت فبرضه بيعملوا. واخر حاجه الهنري نوت عارفين مصر هنري نوت ايه ايه؟ مصر هنري نوت حاجة تاني الباستيشن بتاع الكتاب اللي هو مين؟ الفليكس شترون فليكس وماكس يبقى دايما في اديفيجن لازم نسلمها. طيب لارتن في عدد في حاجتين لازم تطلبها الارتن هانسز واللارتن ابروز. طيب هو انا كل عيان لازم اعمل فول ريليس الحاجات دي كلها؟ يعني عيان مثلا عمل كونسنتو جاري وهو عنده محتاج اعمل كل الريزا ممكن اعمل بوستر ريز بس اعمل بوستر ريز طب اللي هو بتاع الكبسول ده لو عيان جاي عنده ادابت ريسبونس وسبرميشن مش محتاج ان انا اعمل اطول كلمه في ريز لو افتح فيديو يا دوب اطول في بس بسيو وافتح ميتا جوينتس فيولا فيكتور ميكروفون واعمل ريز ادابت ريز فانا بظبط القرار بتاعتي على حسب الدكتور بتاعك جاي ايه مش لازم اعمل ريليس ده كله. تمام؟ طيب ايه الحاجات اللي انا كنت مستحسن مجيش جنبها؟ اول حاجه تجيب التوك ليجمنت. ان ده مسموع على الاكل السبيل. تمام؟ ثاني حاجه الانتر اوسس تيرو كينيا ليجمنت. انا ده ساعات كتير لما قطعته يعني ممكن يخش في بعض الزفاف. تمام؟ عكس الضغط هو في بعض الوقت تبقى بعض الزفاف. تمام؟ دخلوا في تاني حاجة تنزل تصفير. عندنا تو تنزل زي ما احنا بنقول تصفير. في جهاز بسيط ده ليس كومن والمور كومن في جهاز بسيط. ده ليه تايتل من سن ثلاث سنين مش قبل ثلاث سنين. ليه؟ لأن أنا قبل ثلاث سنين البون لسه ما طلعش بس. لو حد التنزل ده كان له في ميدل سن فور كان في كوبر فلازم استنى لما الواد يوصل لسن تبقى صفاي. كون صفاي في عنده سيت من كوسكو اس اعرف فرق التنزل ده. تاني حاجة لازم يبقى عندي الفوت دي فيسكو عشان حاجه تنزل الحقيقه ده مش هشتغل على جوينت ستيب لازم يبقى الفوت فيسكو اعرف اصلح الديفورتي بس. حاجه ثانيه مهمه يا جماعه العيال ده لازم قبل ما اعمل لكم تصفير لازم اطمن العيال ده يقدر يجيب بوست فيكشن اقل 10 درجات. ليه؟
على باقي الاثنين دول لازم اعمل انترشنلايز معاه، فبحط الريجن فورس فليكشن 10 درجات وخلص الاثنين دول على البوزيشن ده وبعدين اسيب، فيجي ترجع للنيوترال يبقى الاثنين دول غلطان ان هو انترشنلايز كويس. انا مش هقدر اجيب 10 نيوترال فليكشن ومش عارف اعمل الاثنين دول اصلا، تمام؟ مش هعرف اتعشى الاثنين دول. طيب ساعات في ناس تقول لي ده لسه يا اما اعمل له بوب تيند ترانسفير بص اسهله للدوسن ذا فود، او اعمل له سبليت ترانسفير ممكن الجزء اللي حاخده سيب جزء بس في مكانه وجزء اللي اخده اعمل له ريسيرشر. وانا بعمل سي انسيجن، الانسيجن الاولاني على مكان الانسيجن في بلد سيتن فوق اعلقه، وبعدين افتح انسيجن ثاني فوق الفلكس الاكسنسور تاكل بسحب تندر منه وبعدين اعدي في الاتا سايت تحت الاكسنسور تاكل واخيط المكان اللي عايزه، تمام؟ التندر الثاني هو في بلاش بسيط ده بس كوره الناحيه الاخيره بقى. التبيات بسيط ليس كوره ليه؟ اولا التبيات بسيط ساعات كتير الداتا ده بيجيلك وهو ما عارف بص وين ده بيجيلك ويكون مطول قبل كده، تمام؟ هيبقى فرصته مؤلف صعب انك تجيبه. تاني حاجه في الباس بسيوت ده هو المين سبورت للبوزيشن الاشهر سبورت، تمام؟ لو هيقلبه بكره دخل الولد في بيس بلاكس بدل هو عنده كي بس دخله في بيس بلاكس، تمام؟ طب يكون الاوبريشن بقى هتقسمه يا اما لا تكون شورت يا اما لا تكون شورت كده، وانت تكون ليسنج يا اما هتكون يوسف. أول حاجة اللي هتلاقيها من جوه السويت مش قادر أبسط. ده أول حاجة. تاني حاجة عشان أقول السويت لازم شوية تستيك. خلاص مفيش مبدل فيه. تمام؟ ولما باجي أعمل جوه السويت ما عملش تنتو ما عملش نفس الريليز للجوينت اللي هشتغل جنبه. أنا هعتمد على جوه السويت بتاعتي أنا صلحت الفوق. تمام؟ ده مش قبل سن 4-8 سنين. ده مني بصلح منه يكون يكون بره الفوق. وبالذات التلت اللي قلت لكم شوتنج زي ما بقول لك بقى الكود بين شيب، يعني لقيت الكود فتره كتير من لقيت الميل الكود وهي اللي رجعت عامله زي الكولاية كده واخد الكيرف بتاعته. تمام، في كذا طريقه لقيت الكود شوت، منهم ان انا اعمل تكني كوبويد فيوجن في الشوت، تاني حاجه ان انا اعمل كوبويد كانسليشن، وفي كمان ان انا اعمل انتيرو نيت شوتنج كينيس، او انا اعمل اشيل ريسيرش الاثير ان كينيس اعمل فيوجن كينيس اوفر جوين. المور كومن ان احنا نعمل فيها كوبويد كانسليشن، يعني احسن انا افوض ان انا كنت اعمل فيوجن للجوين طبيعي مش مشكله. وكمان الانتيور نيك اوستيوتوم الكينيس دي خطيره ان انا ممكن اعور بانتيور باسيف ستاتير شورتس. لاتر كورن شورتنج وميدل كورنز، عيب لاتر كورن شورتنج ده ان انا ممكن اعمل شوتنج الفوت سطح الرقبة، عشان كده اعمل ميديال كونفنس الوجه هعمل له كوبويد كانسليشن هسيبه هشيله احطه في الميديال كونفورم هنا، بس عشان اعمل كده لازم اصور عين الشعر بحاجه الميديال كونفورم دي اوسفايل، عشان مش هعمل اوسيوت من فاكتش لازم اقوله، تمام؟ وده مش قبل سن 5-6 سنين، العمليه دي مش قبل 5 سنين، تمام؟ طيب نيجي بقى للهاين فوت، احنا عندنا تكتين بس يمكن عشان اصلح البارز اللي فوق. هم ثلاثة اسيوت، يا اما اعمل ميديا اوبننج ويتش عشان اصلح البارز، يا اما اعمل لاتر كلوزنج ويتش، يا اما اعمل لاتر ترانسليشن في تكتين بس يمكن. الميديا اوبننج ويتش دي مشكلتها ان السكين ميديا دي هيبقى ستريتش. وبتسمع سكين كومبليكيشن. فاحنا بنعمل لاتر كلوزنج ويتش في تكتين المور كومن. ودي مشكلتها بس انها ممكن تعمل كاتينيال شورتنج مع قصر الكاتينس، في نفس الوقت ممكن تعمل لاترال انفينشن البينير والفيو. طيب عشان افوت شورتنج ممكن يعمل لاترال ترانسليشن اوسيوت، بس برضه هتظهر لي مشكله الانفينشن. طيب اخر حاجه بقى في الوورد اوبريشن هو السيريو افتكس، ده الحل النهائي. اعمل فيوجن للسطير شورت والكالكينيكو بوشن، بس دي يعني مش اول مش اول 10 سنين، بس احنا احتياجنا ان احنا بنتريب الاكسيديس ده صح. ليه؟ ان احنا دلوقتي بعدنا تسوق،
بيظهروا ثلاث صوابع كويسه جدا في علاج ثلاث مرات خالص. ان مشكلتي عندها يجي لك بسيت مثلا اللي هو قبل سن ثلاث ترسم ساعتين بيجي العيان معمول بسوت اوبريشن معمول بوت اوبريشن مشكلته بسوت ان بقى في سكراي جامد قوي والدخان سيب فجهاز الزبده بيسمح ان انا اعمل جراند كوركشن من غير ما ابقى فاهم نفس اليوم وصفه بندل ممكن اصلح فيه ثواني كبيره جدا اخاف اصلحها بالاربون وسكر عليه في نفس الوقت ما اقصرش رجلي قوي. احنا عندنا نوعين من الزروفين كونسنت يا اما سوفت تيشو ديستراكشن وجون ديستراكشن ما بفتحش الجلد ولا اعمل سلوت خالص ما بوصلش حاجه بعمل سوفت تيشو ديستراكشن والبس الثانيه ديستراكشن او بونس وسيو بعمل وسيو بصلح الفورم تاني. طيب سوفت تيشو ديستراكشن ده من سن ثلاثه تاني مش قبل ثلاثه ليه؟ عشان الوايه بتاعتي ما تعملش كاتس وكاتش بتاع الوقت مش اكتر من 8 يعني اكتر من 8 يا جماعه البور بيبقى خلاص البلاستيس بتاعته قلت فلما انا اعمل سوفت تيشو ديستراكشن انا بعتمد البور هو بور كده اساسا بقى ديفولت لما انا بنتين الرجل في بوزيشن البور دي بتصلح نفسها معايا وارجوك ما تفكرش بيالاين نفسه في الوضع الطبيعي بتاع الرجل تمام. طيب اكتر من سن 8 سنين لا خلاص البلاستيس بتاعت العظم قلت البوند فورتي مش هتصلح استراكشن بس ولحد لو قدرت تصلحها في استراكشن بس بعد ما تشيل الجهاز الفورمز ترجع تاني تمام. فانا محتاج اعمل اوسيوت في العيال اللي هم اكتر من 6 سنين. عندنا نوعين من الاوسيوت يا اما يو شيب دي بصلح فيها هاي فوت فورم بعمل اوسيوت بهاي الاوسيوت الاوسيوت فاسد بستخدم جون واطلع بيها على النك اوكيز تمام وبحرك الفرن في الفينس تحتها الفرن ده كله بيتحرك كمان وين بعرف اصلح منها الكوارتس والبارد بس ما اعرفش اصلح منها فور فوت عشان كده اعمل في شيب السيوف ده ضم السيوف ليم السيوف ده بيبقى تحت السيوف فاسد والليم الثاني سروكينج اوف تيز من السيوف فاسد ده من السيوف الليم ده بصلح فيها الكوارتس والبارد والانتيريور ليم بصلح فيها ادكشن وسبريشن في نفس الوقت ما بقصرش الرجل. شكرا.